O-O-. هذه إشارة أو شحنة ديال الأيون، غيعطينا واحد الأيون غادي نسميوه أيون الكربوكسيلات زائد واحد الكحول R بريم تيغي أو أش. دونك شنو وقع في هذا الحلمة القاعدية؟ RCO O دونك هاد الاستر فقد R بريم وفقد مع واحد الشحنة موجبة، دونك بقات لينا هنا او موان. هاد الار هذا مع الشحنة الموجبة ديالو تزاد على اش او موان، الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة ولات صفر، وبقى لينا كحول فيه R بريم او اش. دونك نعطيو السمية ديالهم، دونك هذا استر زائد هيدروكسيد أيون الهيدروكسيد باش يعطينا أيون الكربوكسيلات زائد كحول، اللي نقدروا ايضا نكتبوها على شكل معادلة، على شكل R تيري سي او او تيري R بريم يعني الاستر زائد اش او موان. التفاعل اللي غادي يعطينا ايون الكربوكسيلات اللي هو ار تيري سي او او موان زائد الكحول اللي هو ار بريم تيري او اش. وهذا التفاعل هذا اللي هو حل ماء قاعدية، يعني قاعدية مع ايون الهيدروكسيد اللي هو قاعدة. ألوغ هذا تفاعل أو لا تحول سريع وكلي خلافا لحلمات استر بالماء اللي شفنا في الدرس السابق. كان عندنا كنا درنا حل ماء مع الماء وكان لقينا انها بطيئة ومحدودة، دونك هنا منين بدلنا الماء بأيون الهيدروكسيد فقط ولا سريع ولا كلي. اذا هنا شنو درنا؟ نغير المتفاعل السابق اللي كان هو الماء بمتفاعل جديد اللي هو اش او موان ايون الهيدروكسيد الهيدرو أكسيد. علاش؟ للتحكم في سرعة التفاعل، هذه الأولى مشيو لي سريع، والحالة النهائية بحيث دزنا من حالة نهائية محدودة أو لتفاعل محدود دزنا لتفاعل كلي. ونقدروا ناخذوا مثال ديال هذا الحل ماء القاعدية لأستر. دونك
مثال. alors مثلا ناخذ الاستر سي جوج اش 5 تيغي سي اوكسيجين اوكسيجين تيغي سي اش 3 سلسله الرئيسيه ديال الاستر فيها 3 الكربونات اذا هو سمي ديالو تكون بروبانوات بروبانوات السلسلة الثانوية فيها كربون واحد إذن هو الميثان دونك بروبانوات الميتيل ألوغ غادي نديرو بروبانوات الميتيل زائد أيون الهيدروكسيد اش او موان دونك هاد الحلم القاعدي غادي تعطينا ايون اللي هو سي جوج اش 5 تيغي سي او او موان اسميت هاد الايون هذا بون منين كنا في الحاله العامه سميناه ايون الكربوكسيلات منين جينا لهاد المثال هذا دابا عندنا السميه ديالو عندنا ثلاثه الكربونات اللي هو البروبان اذا السميه ديالو هي ايون البروبانوات دونك ايون ديال البروبانوات زائد واحد الكحول اللي هو CH 3-OH كحول اللي فيه كربون واحد اذا هو كحول ديال الميثانول وهذا المثال ديال الحلمة القاعدية اللي استر اللي هو بروبانوات الميتيل نشوفوا دابا الحالة المهمة ديال الصابون تحضير الصابون هنا مهمة ديال تحضير الصابون alors كيفاش كنحضروا الصابون دونك نحضر الصابون بحل ماء قاعدية لثلاثيات استر اللي كنسميوها ايضا نسميها ايضا ثلاثيات غليسيريد غليسيريد اشنو هي ثلاثيات الغليسيريد هي مواد دهنيه معقده تقدر كتكون اش كيعني معقده كيعني ان السلسله ديالها كبيره ماشي سي 2 اش 5 لقاو سي 15 اش 32 لقاو سي 50 اش 125 يعني واحد السلسله ديالها طويله ومعقده الوغ نعطيو التفاعل ديال هاد ثلاثي الاستر الوغ دونك ثلاثي الاستر كيفاش كيتكتب بحال هكا سي اش 2 تيغي او تيغي سي هنا الاكسجين وهنا كيكون عنده
R اللي هو الجذر، وهذا السي هذا مرتبط واحد الكربون آخر مع هيدروجين مع أكسجين مع كربون آخر، وهذا الكربون هذا عنده الأكسجين ديالو وعنده جذر R، وهذا الكربون هذا هو أيضا مرتبط بكربون آخر CH2 أكسجين كربون أكسجين و R. دونك هذا هو اللي كنسميوه ثلاثي الجليسيريد أو لا ثلاثي الأستر، لأن هذا أستر كيبان لنا أن هذا أستر عنده المجموعة الرئيسية ومجموعة ثانوية، مجموعة رئيسية ثانوية رئيسية ثانوية. علاش كنسميو ثلاثي الجليسيريد؟ حنا غادي نشوفو شنو كنعنيو بالجليسيريد. دونك ثلاثيات استر او لا ثلاثيات جليسيريد. الوغ هاد الثلاثية هادي غادي نزيدو عليها قاعدة، القاعدة اللي كناخدو بزاف ان ا بلس زائد اش او موان، يعني هيدروكسيد الصوديوم. الوغ ملي كناخدو ثلاثي الجليسيريد مع هيدروكسيد الصوديوم ولا هيدروكسيد البوتاسيوم، شنو كيعطينا؟ كيعطينا الجليسيرول، يعني واحد الجزيئة فيها سي اش دو تيغي او H مرتبطة مع كربون H تيغي O H مرتبطة مع كربون CH2 OH. وهاد هاد الجزيئة هادي هي اللي كنسميوها الجليسيرول، جليسيرول. ودابا عاد نجيو نشرحو شنو هو الجليسيريد. الوغ الجليسيريد إذا كنت كلمة الجليسيريد هو سي اش دو او اش، يعني فيه الكربون فيه الهيدروجين وفيه الأكسجين، بينما ثلاثية ديال الجليسيريد هي هاد المجموعة اللي بحال هاكا ديال كنسميوها ثلاثية الجليسيريد. دونك عندنا ثلاثية الاستر زائد الهيدروكسيد صوديوم كتعطينا جليسيرول، زائد شي حاجة أخرى اللي هي الصابون. على عشنا هو الصابون غادي كيعطينا على شكل واحد الايون ار تيغي سي تيغي او تيغي او موان زائد ان ا بلس. دونك هذا هو اللي كنسميوه الصابون، اللي هو السمية ديال هاد العنصر هذا هو كنسميوه كربوكسيلات الصوديوم.
الوغ الى لاحظنا هذه المعادله هذه غير متوازنه،